قاعدين نحكيوا على القيم والمبادئ في تونس، برشا يقولوا اللي معناه اقبل جيل قبل يقدر الكبير، وكان البوليس بقدره، المعتمد بقدره، الوزير بقدره، كان كل واحد بقدره، وكان ثم احترام، وكان ثم محبه. اليوم يقولوا يعني الكبير يقدر صغير، البوليسي معناها نوعا ما معاش عنده هيبه كما قبل. صحيح هذا؟ هذا صحيح، خاطر التربية القديمة، تربية الجيل الماضي هذا اللي فات أبداها من الخمسينات، اللي عشته أنا بالخمسينات، معناها وقت اللي تراه راجل كبير وانت ماشي في الثنية ما تقربوش، تبعدوا، أو إذا كان باش تقربوا يلزم باش تبوسوا وتسلم عليه. وإذا كان تلعب في دشرة، احنا في الدشرة برا في الريف، فهمني ولا لا؟ ترى عمك فلان تهرب، مش تهرب معناها كذا، أما تبعد. وإذا كان قال لك عمك فلان شد الدار، شد الدار. توا شوف التعليم، التعليم يقولوا عصرنا التعليم، التعليم عصري، التعليم عصري هذا خلى معناها برشا حاجات جتنا من الخارج نستوردوا احنا تو. انا حتى ثقافتنا ولت مستورده، الثقافه نتاعنا ولت مستورده. فهمني ولا؟ فرنسا تاخذ على امريكا وفرنسا تجيب لنا احنا، مو احنا تعليم فرنساوي احنا. بحيث ولينا كل شيء مستوردينه. رغم احمد شوقي يقول انما الامم الاخلاق، ما هو احمد شوقي قال انما الامم الاخلاق. ما بقيت ان ذهبت اخلاقهم، ذهبوا بالواو الالف. معناها في الجامعة جابها. هذه الحياة هذيك هي. ولكن ما تدومش الحكاية هذه، ما هي إلا فترة زمنية وتزور. الجيل قبل الناس تقدر كبير وصغير وكل شيء، توا كل شيء تبدل، الجيل مش كيما قبل كيما توا. فما فرق شاسع برشا. نقولوا فما شوية، نقولوا انحلال أخلاقي أو واحد أو أو المبادئ تبدلت في المجتمع، القيم نقولوا نحن تبدلت. تو مثال قبل كانوا المجتمع كان يحب الإنسان المتربي. تويك أول الإنسان المتربي عبارة حشام، عبارة سمعني نقولوا عبارة غبي، عبارة ساذج، فهمني يعني المتربي ولا مش به، ويعني هذاك السائد معناتها ما تنجمش تمشي ضد المجتمع، المجتمع قاعد ينجرف في تيار قوي ياسر، ما تنجمش تقوم ضد التيار تكون أنت المتربي الوحيد، باش صعيبة معناتها. ونقولوا تغاط عليه المادة معناتها الفلوس وتغاط. صحيح قبل كان التلميذ يحترم الأستاذ نتاعو والمدير نتاعو، وكان العباد معناها الشرطي كما تحكي محترم، وكان الاحترام موجود قبل. أما توا هذا كله أنا راه عدم أخلاق، لأن الأخلاق الحق تاع ربي نجم نقولوا أخلاق بعدت ياسر، بعدنا عن القيم الحميدة. معناها الاحترام ما عادش، ما عاد واحد يحترم، حتى واحد يحترم جاره، ولا يحترم خوه، ولا يحترم حتى المسؤول في الإدارة يحترم زميله، يحترم واحد. ما عادش كان قبل الاحترام الحق موجود، كانت الناس الصغير يقدر الكبير والكبير يقدر الصغير، تو ما عادش. فهمتني؟ لكن كثرة الضغوطات والستريس وواحد، صحيح موجود الضغوطات والستريس، لكن مش بالكيفية هذه، لأن الأخلاق هي قبل كل شيء. لأن أم الأمم أخلاق قبل كل شيء. ما عادش الاحترام، معناها تطلع توا حتى في الحافلة ولا في القطار تسمع كلام بذيء، وتسمع كين الحاجات المش باهية، واللي يتكلم وتحل فيه، واللي تنهيه يقول لك شي يهمك وش مدخلك. ما عادش فما حتى قدر، لا عند الكبير لا عند الصغير، حتى في الديار ريت أخوة مع بعضها ومطيحة القدر، خليه في الشوارع ربي يهدي. من ايش هذا الكل حسب رأيك؟ من ايش؟ شنو؟ الأمور هذي اللي صارت هذي، القدر الطايح و... ولا ليه؟ قليل ساقي واحد يحكي على أمه ولا قدر راجل كبير، تو ما عادش تو فارغ تلقاه يقول لك كلام زايد، ما يقدرش لأمه ولا قدر أبوه ولا قدر المدير. أي حاجة تلقاه صغير مقبل يخاف مقبل يزرع عليه جده، تلقاه يهبط راسه، تو ما عادش ولي يزرع عليه هو ولي يعيط عليه وما يسمعش كلام. فهمت؟ هذيك ديما خط الشباب تو مش تفيق، مش قدام، انا داخله في حيط وكل بشر ربي يهديه. راهو الطبقه اللي مثقفه واللي نعتبروهم نخبه، وقت اللي يشاهدوهم في التلفزيونات ويقولوا كلام هكايما، انا راه كلام ماهوش طيب، ماهوش طيب. اذا كان جيل الاستاذ ولا محامي ولا طبيب ولا ايا كان، ولا حتى معلم، ما هو الدرجه الاولى معلم، هو جيت تلقاه يقول كلام بذيء وناس معانا في التلفزيون، شنو معناه؟ انت تربيني، انت تربي مين؟ تبدا من العائله، تبدا من المدرسه، تبدا حتى من الدشر، من الحومه، من نهج هنا ثم تربيه. كي تسمع حاجات طيبه تتخلق بها،
ما تو معاش لا المدرسه ما ذماش والعائله ما ذماش والنهج ما ذماش وتطلع الفوق معناها تزيد درجه الفوق ما ذماش فما التوسع المعنى ما بقصينا برشا حاجات تاثر اللي هي معروفه تو المجتمع برشا حاجات من غير ما نحكوا اللي يعرفوها الاقراص المخدره والبيعات هذه اللي تبدل برشا حاجات نقولوا التعليم تبدل وقاعدين نستوردوا في ثقافاتنا من الخارج صحيح اي تو ما تخلش عاد قبل بتوا تو انترنت فيسبوك كل شيء موجود قبل ما فما شيء فهمت باش نرجع في مقبل النجم ناس حيبيس الشباب مثل في تونس يتبع في النمط تاع نقولوا نحن في الامريكان في اللبسه في الفرنسيس في اللبسه احنا نقول في تونس صح المشكله نتاعنا لا جينا شرق لا جينا غرب عند لا جينا نقولوا نحن متمسكين نقولوا نحن بالعروبه نقولوا نحن مع العرب وشمال افريقيا والتونس ولا جينا كيما ايطاليا وكيما فرنسا يعني جينا في الوسط جينا بين البنين عباره لهم شلب البقروس قرملة لا نقولوا لا دين لا ملة ما نحبش نقول الدين اما نقولوا نحن عباره كيما يلزم تفسير نقول واضح عباره كيما كدوده نتاع الحرير باش تولي فرطت وحنا مازلنا لا خلطنا قعدنا دوده لا جينا فرطت جينا في الوسط معناتها حاجه هجينه معناتها المجتمع يتعرض نقولوا قاعد يتبدل بشوي بشوي من اللبسه من الماكله من كل شيء قاعد يتبدل مش فيق بروحه اللي هو قاعد يتبدل لان الاولياء عندهم دور انا مش ولدي نبعثه للمدرسه وما نعرفش عليه شنو يقرا وما عرفش يمشي وما عرفش فهمتني لا لازم تبع ولدي انت تصلح من غادي والمعلم من غادي والام والمدير والواحد تتعاون الناس كل مع بعضها تو ترجع الامور بحول الله منيش هو القدر طايح ما يبدا تدريجيا اول ما يبدا بالفقر صحابي يضرب العباد فهمني كيفاش هي ناس تلقاه بطال هذاك فهمني حتى فهمني في حومته مسكين دوروا ليه حق سيجار وما عندوش باش يمشي يخدم شنو هو المشكل تشد مره ولا مرتين يقولوا بطاقه عدد 3000 معناتها بالصيف عليه باش يقعد في حومته باش يشرب ولا باش يحربش ولا باش يتكيف ولا باش يعمل لا يحكي الكل اولاد ربط ترى نسكنوا معناتها انا عنا الامور هذيا مش في الجبل ولا في الملاسين ولا في قريش ولا لا اخويا حتى وراد داخلي الحوم هذيك فهمني حتى في البلايص الراقي ما عادش فما لا حشمه لا قدر شيء ما عادش يريد الامور هذه ما عادش بالنسبه للبوليس البوليس كنا قبل البوليس فهمني على بسكليت فهمني حومه كامله تخاف من مع كل احتراماتي للبوليسيه هو الاحترام والقدر الانسان كي يحترم روحه الناس تحترم روحه كي هو اللي الانسان يحب يخسر قدره واحترامه ويخلط روحه مع انه خالص نورمال باش يجرى فيه الشيء اللي نقولوا اللي يصير وهذا كل ترجع نقولوا للعائله وفما هو قولوا اكثر حاجه هي مضره هو السبب الاقتصادي الاجتماعي مثال طول في عائله تلقى البو يخدم والام تخدم الاولاد صغار يربي فيهم الشارع انت ونقولوا حظه ينجم يجي صاحب ناس باهين يطلع وليد ولا بنيه باه صاحب ناس خايبين سي نورمال انت شكون صحابك تنقول لك انت شكونك منطق انت شكون صاحب وين تحط روحك تلقاه فهمتني احنا اليوم اذا كان باش نتقدموا في حياتنا الخاصه راهي هي الاخلاق لان شوف انت تربي ولدك والاخر يربي ولده والمعلم يقوم دوره والشرطي يقوم دوره والرئيس المحكمه يقوم دوره والاخر يقوم دوره والرئيس البلديه يقوم دوره تو تمشي الامور على احسن انا شو نقول ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يهدي مخلق فهمني لان نحن تو بلادنا تونس العزيزه علينا هديه لان احنا تو يلزمنا نركزوا امورنا ونتلهوا بالحاجات الباهيه ونعاونوا بعضنا ونحترموا بعضنا ونعينوا بعضنا وان شاء الله ربي ينزل البركه كما يقولوا فيها وان شاء الله ثم كير الخير. شوف انا نقول وخاصه على جينيراسيون جديده اكل الوليدات الصغار اللي يقراوا في المكتب من السنه الاولى وانت ماشي لو كل ولي يلزم يعتني بولده وكل مسؤول والمدير والمعلم والواحد لان ذي عمليه تضافر الجهود ماهيش واحد بركه فهمت خويا العزيز لان راهو شوف الاخلاق هي قبل كل شيء بصراحه يعني تو كيما نعطيك مثال تبدا في شركه ولا في مؤسسه تلقى العباد معناها تخدم وعرفهم يحترمهم ويحترموا بعضهم كيما يقول لك احنا نفدلك والخدمه ماشيه والخدمه تمشي في كل شيء بالخلاق الطيبه الواحد اما انت تعيط عليا وانا عيط عليا كنت كذا ما تمشيش تتفرعس بامور تتفرعس ما تمشيش
يجب الاخلاق هي الكل راه فهمنيش، الاخلاق هي الكل. يعني انا راه لازم الناس الكل تتعاون ولازم نصلحوا الجينيراسيون الجديده هذه، ان شاء الله ربي يهديهم، ان شاء الله ربي يدير لهم الخير، ربي يهديهم ويهديك امك ويهديك ابوك، وراه هذاك يخاف عليك، راه يخاف على مستقبلك ويحب لك الخير، راه وغسلك امك بتعطيك كلمه بها، تسلم كلام والديك كلام ضحكك خويا. اليوم الناس الكبار تذوم والكبير ربي هي تغير رواحها، تو تشوف الشعب الكل فهمني شد الثنين هما اللي يحترموا رواحهم.